يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فرعون يؤمن بأن الله في السماء أو ينكر ذلك حقيقة؟ يعني الإقرار بالرب، الإقرار بتوحيد الربوبية، هذا لم ينكره أحد، لا فرعون ولا غيره. لكن قد ينكره فرعون وغيره من باب المكابرة، من باب المكابرة والعياذ بالله. وإلا في نفسه قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني هذه الآيات، إلا رب السماوات والأرض. فقوله لقد علمت، هذا قسم من موسى عليه السلام. إن فرعون يعلم أن الذي أنزل هذه الآيات هو الرب، نعم، لكن هو كافر والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة وسعي الحج، والله جل وعلا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. فما في أحد ينكر الرب أبدا إلا من باب المكابرة والظلم، نعم، لأن الفطر تقر بوجود الرب سبحانه وتعالى. نعم.